أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام، وحديثنا الآن رح يكون حول إنجازات شبابنا الأردنيين سواء كانوا في الجامعات أو في المدارس. مبادرة روبوتنا هي واحدة من المبادرات التطوعية الجامعية اللي بتهدف لتعريف طلبة المدارس بأهمية الروبوت وأيضا التقنية اللي ممكن يساهم مساهمة كبيرة فيها. رح أعرفكم على أصحاب هالمبادرة. مؤسس المبادرة جاسر الحراسيس. جاسر هو يعني مؤسس المبادرة روبوتنا، وأيضا هو هندسة اتصالات في جامعة الطفيلة التقنية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. سنة إيش جاسر؟ أنا خريج إن شاء الله سنة خريج رابع. يعني صرت مهندس إن شاء الله. إذن المهندس جاسر، وكمان معنا وئام السعودي. وئام السعود. وئام هي طالبة في مدرسة جبل التاج، هي واحدة من الطلبة اللي اتلقوا التدريب او عملوا يعني اشتغلوا مع المبادرة، فأهلا وسهلا فيكم، واحنا سعيدين بالتعرف على افكار شبابنا النيرة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا لتسهيل الحياة. طبعا طبعا صباح الخير واهلا وسهلا فيكم. جاسر، الروبوت مش كثير ناس بتعرف اهميته ولا ناس كثير بتعرف شو هو اصلا. صحيح. احنا بجوز كنا واحنا صغار نشتري يسموه الرجل الآلي، يعني هاي اللعبة اللي ما غيرها بتتعبى وبتصير تمشي لحالها. فهذا الإشي الوحيد اللي بجوز منعرفه عن بطفولتنا بذاكرتنا، أنا شخصيا مثلا عم بحكي عن حالي، عن موضوع الروبوت. هلا صرنا نسمع أخبار، قبل فترة مثلا على فضائية إخبارية عم بيحكوا عن مؤتمر عالمي للروبوت مثلا. صحيح. إشي متطور للغاية ورؤساء دول عم بحضروا لهذا المؤتمر، وفي استخدامات صارت للروبوت بعمليات جراحية دقيقة، عم بيودوهم على الفضاء يكتشفوا بدل الإنسان. يعني أي يبدو أنه ينوب عن الإنسان بكثير، صار كثير من المهمات. يا ريت لو تعرفنا جاسر على الروبوت، وكيف اجتكم فكره روبوت. نشر ثقافه الروبوت. هسه خلينا اول شيء نحكي عن الروبوت، بعدين نحكي عن المبادره، عن مبادره روبوت. تفضل. الروبوت هو عباره عن اله، اي اله بنستخدمها احنا لتسهل علينا الحياه في البيت هو عباره عن روبوت. مكنسه الكهرباء روبوت، الخلاط روبوت، اي شيء بيسهل علينا حياتنا هو عباره عن روبوت. هسه الروبوت اللي احنا شغالين عليه وبندرب عليه طلاب المبادره هو روبوت تعليمي. الروبوت التعليمي هو روبوت بعطيهم فكرة عامة عن الروبوت، شو هو الروبوت، كيف بيركبوا الروبوت أول إشي، كيف بيركبوا الرجل الآلي، بعدين كيف بيبرمجوا الرجل الآلي حتى يقوم بمهام إحنا بنطلبها منهم أو هم حابين إنه الروبوت يعملها. هسا مبادرة روبوتنا مبادرة إحنا انطلقنا تقريبا قبل شهر وشوي أو شهرين. لساتكم صغار بالمبادرة. لسه جدال. المبادرة انطلقت من حي الطفايلة بجبل تاج بحي الطفايلة. حي الله حي الطفايلة والطفايلة. الله يسعدك. وسهلا. المبادرة انطلقت بأول شيء رحنا على أكثر من مدرسة بالتاج، يعني أكثر مدرسة تعاونت معنا مديرة مدرسة غزية الست ختام السعودي، يعني نشكرها تعاونت معنا، يعني أعطتنا صباحي ومسائي، دربنا تقريبا بالمدرسة 30 صباحي و15 مسائي، تقريبا 45 طالب بالمدرسة. وين كنت تروح على الجامعة؟ أنا بداوم جامعة الطفيلة من الأحد للأربعاء. طالما أنت بحي الطفيلة فما فيش مشكلة. لا بالطفيلة برضو من الأحد للأربعاء. بروح الأربعاء. في علاقة بين حي الطفيلة والطفيلة. لسه. بنروح الأربعاء والخميس بندربهم بالمدرسة. تمام. دائما المجتهدين بيلاقوا وقت لكل شيء. أنا دائما ودائما بزبطوا كيف بزبطوا الأوقات بحيث إنهم يكونوا ناجحين بكل مكان. هاي المعادلة الصعبة. طيب تعرف إحنا لما نعصب الستات إذا بصير منا الاب بيطلب منا طلب، الاولاد بيطلبوا طلب كذا، فمنه شو انا روبوت يا زلمه، على خفوا علي. هل قد الروبوت هو قادر على انه يكون يعني يؤدي كل المهام؟ لانه احنا ما جبناهاش من فراغ، يعني انا مش روبوت عمهلكم علي، مش هيك؟ صحيح. هل قد قادر هو يعمل مهام كثيره؟ الروبوت حاليا قاعد بيعمل مهمات البشر هم مش قادرين يعملوها. بيعمل عمليات دقيقه بالمستشفيات، بوصل للمريخ، بيجيب لنا معلومات، ببعثها للارض. الروبوت عباره عن يعني الانسان المستقبل، يعني راح نستخدمه بكل مجالات حياتنا. هذا هو اللي معك. هذا الروبوت اللي صنعوه البنات بالمدرسه. انا عشان صنعوه البنات ما شاء الله، يعني يبدو انه في شيء متطور فعلا. انا مش صح والله يا سالم انا اللي امسك الروبوت، يمكن جاسر، لانه جاسر هو اللي بيقدر يشرح. يعني انا بالنسبه لي هي سياره عادي. طب لو نخلي وئام تشرح عن الروبوت. وئام تشرح. يلا وئام. صح وئام. بس وئام باي صف؟ سادس. صف سادس. ايش هذا اللي بايدك؟ هو عباره عن روبوت ركبنا، هو هاي القطعه عباره عن الدماغ، برمجناها على الكمبيوتر وركبناها، ركبنا حساس المسافه بقيس المسافه. سنسرز هذول اسمهم سنسرز، زي اللي بالسياره لما تشوف المسافه كثير قريبه بقيس المسافه وبيرجع بلف عشان ما
يرتطم بايش؟ في عنا العجلات وفي عنا هون المحركات. كيف ركبتوا او وصلتوا بعض براغي؟ عن طريق البراغي، هذول الصغار براغي. كيف بيشتغل؟ انه بيشبه الليجو كمان. هو انت بيشتغل ببطاريات؟ لا بالضبط، بيشتغل عن طريق الشحن. شحن شمس، شحن البطارية. بطارية. هلا بيقدر يمشي هون شوي؟ بيقدر يروح يصورني مثلا؟ هو يبدو انه الاوامر اللي عاده بتنعطى للروبوت اللي لسه اللي بسيط التعليمي. اللي التعليمي له علاقه بالمسافات اكثر شيء والحواجز اللي بيلاقيها. هو متطور كثير، يعني هم اللي قدام راح يتعلموا اشياء متطوره اكثر من هيك. يعني راح يتعلموا على اللايت سنسور برضه، انه مثلا بدي الروبوت يمشي على الخط الاسود هون، بديش اياه يمشي على الخط الابيض مثلا. بيمشي بس على الخط الاسود. او بدي الروبوت بس احكي انا يمشي، بس اسكت يوقف. والله جميل. هالاشياء كلها اللي قدام راح يتعلموها بالمبادره. يعني ممتاز. طب قديش اهميته؟ هلا انا يعني لما سمعت عن الفقره قلت يعني شو اهميته، وانا صرت افكر حتى طب بدك تحطه يعمل عمليات دقيقه، ما هو بضل جهاز وبضل ماكينه قابله للاون اوف. انا مثلا شخصيا مش راح امن على روبوت يعمل لي اي عمليه مثلا. صحيح. مش هيك؟ صحيح. يعني ممكن تغامر فيه باي شيء ثاني الا عمليه. شو المهام اللي ممكن يؤديها والى اي مدى دقته، سواء كان في العمليات او استقطاب المعلومات الخارجيه زي لما بروح على الفضاء مثلا؟ هسه الروبوت الدقه تبعته عاليه كثير، اعلى من الدقه الموجوده عند الانسان. يعني احنا لما كنا نعلم الطالبات على الروبوت على البرمجه، كنا نعلمهم انه الروبوت شو ما بتحكي له بالسنتي بيعمل. يعني اذا غلط الروبوت انت اللي غلطتي مش الروبوت، انت اللي غلطتي بالبرمجه. فكانوا يغلطوا احيانا، مثلا نحكي لهم خلوا الروبوت يمشي مربع، فكان مثلا يمشي مربع اخر ضلع يروح يمشي للجهه الفلانيه. انا مثلا بعد بقيس سبحان الله، يعني مثلا الانسان ما عنده سنسرز بيقدرش بخبط بالحيط يعني اذا رجع ما في. فطبعا هذا هو ابداع الانسان بالاخر، ففي تطور كثير حلو. حتى صار والله فخر عم بيستخدموا الروبوت بامور اجتماعيه. يعني انا عم بشوف هلا في افكار لروبوت انه مثلا الاشخاص الوحيدين عم بيخترعوا لهم روبوت كأصدقاء. صحيح. او يقعدوا معهم في البيت مثلا. صحيح. بيعلموهم كيف يحكوا مع الاشخاص، مع المسنين. ففي استخدامات هائله ومهوله بالفعل. وقام شو تعلمتي؟ يعني شو انت كان عندك فكره مسبقه ولا بس من المبادره؟ لا كان في شوي بس شويه معلومات. شو تعلمتي؟ الف باء. تعلمنا انه الروبوت كثير دقيق، تعلمنا تركيبه. تمام. برمجته، زيادة معلومات على الكمبيوتر. تستخدم الكمبيوتر عشان لبرمجة الروبوت. لبرمجة الروبوت. معلش انتوا اعذروا معلوماتنا شوي عن الموضوع. انتوا ما شاء الله عليكم خبيرين بهاي. طب هندسة اتصالات لها علاقة بالروبوتات؟ انا يعني في مادة واحدة يعني انه كنترول، انه السيطرة سنسورز. اما مادة عن الروبوت في ما اتوقع في تخصص الاردن. من وين اجاك الاهتمام بهالموضوع؟ هسا احنا وانا صغير بالمدرسة كان في محطة معرفة جبل التاج. مشكورين يعني هم اللي دعمونا حاليا معرفة. هم اللي دعمونا حاليا بالروبوت، يعني زودونا باربع روبوتات. وثمن الروبوت 500 دينار يعني مكلف. هذا حقه 500 دينار. مع السنسور. طب خليه بس تروح فكفكم من قاسم بالنص. فانا اخذت دورة بالمركز بالمركز انه علمونا كيف نعمل الروبوت حتى نشارك بمسابقة بنهاية تمام. السنة. هسا لما كبرنا انه المركز ما عم يشتغل، هذا بيته للروبوت، والروبوت ما عم ينتشر بالمنطقه، يعني مش الكل قاعد بوصل للروبوت. فانا وزميلي احمد الحرسيس، هو كان المفروض يكون معنا بس اعتذر، قررنا انه ليش ما احنا نروح للطلاب على المدارس احنا نوصل لهم الروبوت. تمام. يعني معلومة جديدة، انت عارف مش بالضرورة يعني جدا مفيدة يعني وانهم يكونوا عارفين. يعني انا لما سمر خبرتني على الفقرة وهيك صرت اسالها شو روبوت وليه روبوت وليش فكر. يعني هاي معلومة مش بالضرورة احيانا انه نقدر نحصل على اي شيء، بس بالضرورة انه نعرف عن كل شيء. هلا المعرفة مفتاح للنجاح ومهم كثير. يمكن وئام انا حابة اسمع صوتك اكثر، حابة تحكي لنا عن مشاركتك في تصنيع الروبوت وفي المبادرة، وقديش استفدتي وقديش عرفتي معلومات جديدة ما كنتي تعرفيها عن الروبوت او عن الرجل الآلي او بالبداية اخترنا القطع، ركبناهم حسب الخطوات الموجودة على الصور بالكمبيوتر. بعدها صرنا نركبهم عادي. برمجناه عن الكمبيوتر اللي هو الجهاز العبارة عن الدماغ. بعدها ركبناهم كاملين ببعض وخليناه يمشي. برمجناه وخلينا يمشي بأوامر من عندكم انتوا. حددتوا الأوامر اللي بدكم تعطوها للروبوت. بيمشي بيشوف أي شيء قدام بيرجع بلف. لما يجي يلاقي حاجز بيرجع بلف. كنت ضمن فريق ولا لحالك؟ لا فريق. فريق. حابين تعملوا مسابقة انتوا جاسر؟ هسا
احنا مبادرتنا لسه راح تكمل بالطفيله، يعني احنا دربنا بالتاج 45 طالب تقريبا. الخطوه الجايه راح تكون بالطفيله، راح ندرب 80 طالب بالطفيله بالمدارس الطفيله، اربع مدارس، 80 طالب على صناعه الروبوت، يعني نفس الطالبات هذول. بنهايه المبادره او بنهايه الخطوه الاولى من المبادره التدريب، راح نعمل لهم مسابقه علميه روبوت مع بعض، يعني راح نجيب المناهج تبعتهم، مناهج العلوم والرياضيات، نعمل منها زي مسابقه، الروبوت يقوم بالمهام، مثلا انه ينقل الدم من هاي الجهه للقلب، القلب محتاج دم، فالروبوت هو نفسه راح ينقلها بس على شكل مجسمات راح تكون موجوده على الارض. كثير حلوه الفكره. طب بالاخر شو بدكم توصلوا؟ يعني فكره المبادره، شو الهدف اللي حاطينه لمبادرتكم توصلوا له؟ المبادره هسه احنا هدفنا الاساسي انه يصير الروبوت ثقافه بين طلاب المدارس، زي ما في بطولات فوتبول شارع، زي ما في بطولات باسكت شارع، راح يصير ان شاء الله احنا بنامل انه يصير في بطوله روبوت شارع، يعني هذا الشيء اللي احنا بنامل نوصل له. طلاب المدارس اول شيء بالمدارس، بعدين تنتشر لكل المدرسه. بس مكلف، عم تحكي على 500 دينار. 500 دينار مش مشكله، كل مدرسه يكون عندها روبوت. كل مدرسه، مش كل طالب، مش كل طالب مثلا. لا لا، روبوت تعليمي باعتبار. صحيح. ليش لا، المفروض انه كمان هاي الثقافه تكون موجوده، لانها ثقافه اصبحت عالميه ومهمه جدا بالعلوم. صحيح. يعني مهمه هسه كل سنه بصير ابدا للروبوت، هذا بصير في بطوله عالميه في العالم كله. على فكره طلابنا عم بيشاركوا بيعملوا، انا شاركت فيها وانا صغير بطوله الوطن العربي. انت كنت من ضمنهم؟ كنت مشارك فيها. عم بيعملوا مراكز حلوه، يعني للطلاب الاردنيين. يعني اول مره شاركنا احنا صغار، تقريبا 75 فريق. هسه بالطفيله راح يكون في، راح يساعدونا مركز بجامعه الطفيله التقنيه بالجامعه وبالمنطقه المحيطه، مركزها الثقافي وشركه ايس للتعليم التعاوني البديل، هم راح يامنونا بالاشياء اللوجستيه. بس انه احنا بحاجه دعم للروبوتات نفسه، يعني صعب انه اي حدا يعطينا روبوت ب 500 دينار. فلسه انه احنا عم ندور على دعم حتى ننتشر، يعني في اكثر من محافظه حكوا معنا انه بدنا اياكم تيجوا تدربونا على اساس احنا ندرب طلاب المدارس عندنا. فانه احنا بحاجه روبوتات في المرتبه الاولى، متطوعين موجودين بكثره. يعني من خلالنا بركي كثير في ناس سمعوا واهتموا يا جاسر انهم يتواصلوا معك. اسم مبادرة حلوة جدا، المبادره اسمها روبوتنا. على الفيسبوك اللي بده يزور الصفحه اسمها روبوتنا، بامكان يتواصلوا مع جاسر يعني مؤسس هذه المبادره. بارك الله فيك يا جاسر ويام حبيبتي، شكرا جزيلا لوجودك معنا. وهذا فعلا بيت حسستوني انه بس الروبوت. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم العافيه. شكرا وسهلا فيكم.